أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول المقبل، فيما تتخوف قوى سياسية من خوضها لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على عناوين الترويج الانتخابي. ويبدو ذلك جليا على أرض الواقع، فرغم الفترة المتبقية من موعد الانتخابات أقل من 50 يوما، إلا أن القوى السياسية ترى أن نشر البوسترات والفليكسات الدعائية ما زال مبكرا بحسب ما يراه مرشحو الأحزاب السياسية، بعكس المرشحين المستقلين الذين بدأوا حملتهم الانتخابية بشكل مبكر ومحدود.